我。 الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليالي المباركه وليالي الفضيله المتعلقه بشهر رمضان المبارك ابارك لكم حلول شهر رمضان المبارك اسال من الله لكم قبول الطاعات والاعمال وفي هذا البرنامج في هذه الليالي يتحدث عن اهم موضوع من ليس من اهم المواضيع وانما اهم موضوع يتعلق بعالم الوجود، عالم الكون، عالم التشريع، عالم الامكان يتعلق بكل واحد منا. قضيه الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لم تكن قضيه تتعلق بجزء بسيط من حياتنا. لم تكن هي نافله القول وانما هي محور اساس في عالم الوجود. القضيه المهدويه تحتاج الى مراجعه حقيقيه في هذا الوقت في هذا الوقت في هذا العزوف. عن شخصيه الامام وعن قضيه الامام وعن الاهتمام بالامام اقول هل بدا العد التنازلي في علائم ظهور الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بمعنى هل اقتربنا من ظهور الامام هل الاحداث التي تجري الان في العالم تدل على ان الظهور بدا يقترب ام لا. هنالك العلامات الحتميه والعلامات غير الحتميه كما ورد في الروايات عن الائمه صلوات الله وسلامه عليهم. الامام الصادق يبين ان هنالك علائم حتميه لابد ان تتحقق هذه العلائم الخمس الخمس ولكن قد يكون هنالك بداء او ابداء من الله تبارك وتعالى، قد ان الله تبارك وتعالى يغير في بعض الامور كل امر هو جائز ولكن العلائم غير الحتميه قد تكون وقد لا تكون السؤال الاحداث التي تجري الان في العالم هل تدل على ان الامام سيظهر او ان اقتربنا من ظهور الامام والروايات تقول كذب الوقاتون الذي وقت الذي يجعل وقتا معينا لظهور الامام كذب هؤلاء الناس، اي انسان يجعل موعد ويجعل هنالك وقتا وموعدا لظهور الامام كذبها كذب ذلك الروايات، اليوم نقول الاحداث التي جرت في سوريا. لماذا نقول سوريا بالذات؟ لان الروايات تتكلم عن الشام وان السفياني يكون المركز الرئيسي الى السفياني هي الشام. أين مركز السفياني؟ مركزه في الغوطة. الغوطة المركز الرئيسي للسفياني ورواية تقول أنه يبدأ من هناك ومعروف بشربه للخمر وبتعديه على الحرمات. اليوم الغوطة تقريبا تحررت. في الظاهر أن الأحداث في سوريا تحولت. في الماضي كان الإرهابيون يسيطرون، الآن الوضع رجع إلى الحكومة تغيرت الأمور إذا الذين كانوا يراهنون على وضع الغوطة ووضع الشام وأن الوضع بيد داعش وأن هذه العلامات كلها تدل على اقتراب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه الآن الأمور تغيرت إذا أين أين داعش في الشام في هذه المناطق بالذات أين أين وجود السفياني إذا هذه العلائم لأن العلائم كلها متقاربة يعني السفياني واليماني والصيحة كلها علائم الخمسة العلائم متقاربة الآن نحن لا نجد شيئا من هذه العلامات ولكن ماذا يجري لا نعلم قد بكرة تجري هذه العلامات يمكن بعد بكرة أن الله تبارك وتعالى لو قرر وحكم أن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن تكون ستكون فاذا الامر بيد الله اليوم الحدث السياسي اللي يجري ايضا يهمنا نحن نتابع الاحداث السياسيه في الشرق الاوسط هذه المكانه المهمه والمركز المهم للامام صلوات الله وسلامه عليه المركز الامام الامام ظهور الامام في المدينه وقيام الامام من مكه ورجوعه الى المدينه ومجيئه الى العراق وبعد استتاب الوضع للامام في الكوفه ويجعل الإمام الكوفة هي العاصمة من هناك ينطلق الإمام إلى الشام يحرر الشام وتلك المعارك الكبيرة في الشام وهنالك من أهل, من أهل الشام من الشيعة من المؤمنين من أهل الشام في الروايات تقول أنهم ينضمون إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هنالك رواية مهمة أبينها لكم في قضية الإمام الرواية تقول أن لما يلتقي جيش الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مع جيش السفياني هنالك من ال... من الناس مع السفياني ينتقلون الى جيش الامام ولكن الكارثه ان هنالك في جيش الامام اناس ينتقلون الى السفياني يعني الانسان عليه ان يكون على حذر عليه ان يكون في انتباه شديد لا لا اريد ان اتكلم اليوم في موضوع العلامات وانما هذه مقدمه اريد ان اتكلم هذه كبداية أن الآن ليست هنالك بوادر في الظاهر والعلم بيد الله. نحن دائما نقول في الظاهر نتكلم ونحكم بالظواهر. ليست هنالك علاء في الظاهر ولكن القضية قضية الإمام وصلت إلى كل الأديان، كل الأديان اليوم تتكلم وتبحث عن المنقذ لأن الإحباط في كل مكان. الإحباط وحالة والحالة السلبية عند الناس وحالة التراجع النفسي عند الناس، الآن الناس يبحثون عن منقذ لهم. اليوم المشاكل موجودة في كل مكان. كل انسان اليوم عنده مشكلة ومشاكل كبيرة. الذين يفكرون بالإنتحار لماذا؟ لأنهم يرون أن ليس هنالك أمل. الأمل أين هو؟ أين الإمام المنقذ؟ أين الإمام الذي الناس يتهافتون إليه، يتوجهون إليه؟ ما هي المشكله الحقيقيه في في القضيه المهدويه؟ القضيه اننا لا نفكر بالامام. اليوم تعال الى الواقع الشيعي. اليوم الواقع الشيعي كم يفكر الناس بالامام المهدي المنتظر، كم يفكرون؟ تتصورون كم؟ اليوم احنا في واقعنا، تعالوا اليوم الى العراق من باب المثال والى دول الخليج والى لبنان والى سوريا، الاردن، المغرب، اطلع على الدول الوطن العربي كله، الدول الاسلاميه، العالم كله، هل هنالك مبادرات من الناس تدل على اننا ننتظر الامام؟ ما هي الادله؟ ما هي البراهين؟ اليوم الواقع سيما لما نتكلم عن علاقه الشباب بالامام المهدي المنتظر، اي أيوه علاقه؟ مع الاسف في المراكز التعليميه، عميد كليه يقول لي شخصيا: يقول شيخنا انا لما يصير وقت الصلاه ما اصلي. وانما انشغل باموري. فانا سالته بكل عفويه، قلت له عفوا دكتور ليش ما أصلي قال حتى لا يقولون انه ترك العمل وراح يصلي. شيء غريب جدا. يعني انت متدين تخاف الناس اذا شافتك تصلي يقولون عليك انت انسان متدين؟ سؤال. الناس اللي يقعدون في العمادات عشر دقائق ونصف ساعه وساعة وساعتين هذا غير ما أنه كثيرين كثيرون إذا يريد يوصل إلى رئيس الجامعة يوصل بصعوبة أو ما يوصل يريد يوصل إلى عميد كلية ما يقدر يوصل زين يعني الآن هذه خمس دقائق لصلاة الظهر وخمس دقائق لصلاة العصر يا دكتور هذه تغير معادلة عندك فعلا اليوم إيش كثر عندنا قعدات فاضية إيش كثر اليوم من ساعاتنا تهدر ولكن لما الأمر يوصل للصلاة الصلاه صارت اليوم مشكله عجيب انت شاب كل سنه تجي الى الام مشايئه الامام الحسين بارك الله فيك وتشترك في مواكب الامام الحسين جزاك الله خير وايضا تقيم المواكب جزاك الله خير سؤال انت بالجامعه وقت الاذان تصلي او لا تصلي سؤال كم منا لا يصلي حتى يرجع للبيت يعني ساعه بشرجع يرجع ساعه واحده اثنتين ينتهي الدوام الا ان يوصل البيت يعني اما الصلاه قضاء او انه في اخر وقتها لماذا انا انسان اللي صلاتي ما اهتم بيها وبعدين يقول يقولون العلم اهم من يقول ان العلم اهم من الدراسه من يقول ان الشهاده الجامعيه اهم من من, ال من الصلاه العلم اهم من الصلاه الشهاده اهم من الصلاه من يقول لك ذلك من يقول اليوم لازم نأخر الصلاة من أجل العلم العلم يؤخر من أجل الصلاة هذه مفاهيم مغلوطة اليوم كثير من شبابنا من طلبة وطالبات ملتزمين ولكن بالجامعة يقول ما أصلي أستاذ ليش ما تصلي ليش ما تصلي بالجامعة اليوم أنا واضعين حصة في وقت الأذان شنو المشكلة تروحون مئة ميت شاب مئتين شاب الى عماده الكليه تطلبون ان وقت الصلاه ولو عشر دقائق عشر دقائق ربع ساعه اليوم ايش كثر محاضرات تضربوها؟ ايش كثر اليوم اكو اوف موجود في الفصول الدراسه؟ هذه ماكو ما مشكله عادي؟ واحد يقول لي يعني انا في بغداد في احدى الاعداديات يعني يقول الدرس يبدي ساعه يعني دراستهم بالاعداديه السادس اعدادي يبدي ساعه بالوحده والاذان الساعه 12 ونص فلازم اطلع الساعه 12 من البيت فالى ان اوصل الى الكل الى المدرسه الوقت منتهي يعني ما اقدر اصلي زين وبعدين هذه الاف من الطلبه مئات الالاف من الطلبه على اللي عندهم مثلا دوام مسائي زين وبعدين يعني هذه الصلاه اذا انا صلاتي لله انا اخرها وما اهتم بها ومو فرق مو معي اليوم صليت باكر صليت مو مشكله عادي ها معقوله؟ هذا الانسان يريد ان يفكر بظهور الامام الحجه هذا الشاب الذي في شهر رمضان المبارك وهذه الاسر يعني تلبسين عبايه جزاك الله خير بس العبايه ما تكفي يا عمي من يقول لكم العبايه تكفي؟ اسال سؤال يعني كثير من العوائل تقعد وتقابل التلفزيون في شهر رمضان شهر المغفرة والتوبة والاستغفار والرحمة الالهية هذا وقت انك يا بشر يا مسكين هذا وقت تتوجه الى الله تبارك وتعالى تروح على المسلسلات والله هذه المسلسلات شنو تسوي فينا؟ شو تسوي فينا؟ شو تسوي بإيمان الإنسان؟ تهدم إيمانه تضعف إيمانه أنا في شهر رمضان المبارك إذا لا أتوجه إلى الله ولا انقطع إلى الله وشهر الرحمة والمغفرة والبركة اللي كل لحظة كل آن أيامها أفضل الأيام ساعاته أفضل الساعات لياليها أفضل الليالي وين نحن نقضي هذه الساعات مجتمعنا اليوم وين إلى أين رايحين وبعدين وين نريد أن نصل إلى أين هذه هذا المجتمع يكون منتظرا للإمام المهدي أعوذ بالله يعني اليوم هذول شبابنا يكون من انصار الامام الحجه؟ شلون يكون من انصار الامام الحجه؟ وين الاهتمام؟ اين الاهتمام منا بقضيه الامام المهدي المنتظر؟ عجل الله تعالى فرجه الشريف، اليوم انا اقعد اقول اللهم عجل لوليك الفرج، جدا رائع. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه، جدا جيد، بس هذا ما يكفي. الامام يحتاج الى انصار حقيقيين. واما اصحابه فلا تفكر، اصحابه 313 هذول قاده العالم. وهذول معينين، هذول منهم سلمان. ومنهم رشيد الهجري. هالنماذج. انا وانت وين مكاننا؟ وين موقعنا؟ تصور الشاب اللي يسمع الى غناء يكون منتظرا لحقيقيا للامام الحجه. لا 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 لا. لا مو مو شاب ما اتكلم عن الشاب. اتكلم عن العوائل الملتزمه في الظاهر هسه البعض يمكن يزعل مني خليه يزعل مو عادي مو مشكله العوالي اللي ملتزمه في الظاهر يعني شلون ملتزمه في الظاهر يصلون نعم يصلون يصومون يصومون نعم يروحون للزياره يروحون زياره ويروحون للحج يروحون للحج ولكن الزفه الغناء والدق والرقص هذا شنو يعني شلون التزام وبالزفه غناء شلون التزام وبعراسنا غناء ادري واحد زائد واحد يصير خمسه ولا اثنين شلون معادله هذه معادله رياضيه شلون نحسب الامور يعني اليوم الدين صار مزاج كيفنا على مزاجي على طريقتي يا هذول متشددين هذول متخلفين هذول متزمتين تعال تفضل 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 علمنا الدين شنو علمنا الدين شنو الدين يعني ما يدان به الانسان ما يحاسب به الانسان اليوم هذا الوضع اليوم هذا الوضع هل يؤيد ان نكون منتظرين للامام الحجة ها هذا هذا يعني الان يشجعني اكون منتظر للامام الحجة هذا الوضع اللي موجود يعني راس السنه ليله راس السنه في كربلاء من المغرب الى ساعه ثنتين أنا اسمع بذاني اسمع هذه المفرقعات وهذا الشوارع والطرب والغناء في مدينه السيد الشهداء في حرم الله وفي حرم رسوله وفي النجف الأشرف أيضا في العتبات المقدسة كأن هنالك عناية خاصة في الظهار المعصية اليوم تمشي بالشارع يعني بكل جرأة نزل الجامعة وصوت الغناء في عند الحسين مقابل يعني شوف أمام قبة الإمام الحسين واقفين يرقصون أرد أشوف من المسؤول يعني كربلاء المقدسة هذه المدينه المقدسه هذه نتيجتها؟ هذا واقعنا؟ وين العوائل؟ وين الاسر؟ ليش اليوم في كل مكان لما نذهب لما ننظر الى العوائل اللي عليها طابع الالتزام لماذا في الاعراس ينهدم الالتزام؟ ثم نقول اللهم عجل لوليك الفرج، كيف يظهر الامام؟ كيف لمن يظهر الامام؟ هذول هذول لراس السنه طرب وغناء عوائل عوائل ذهبت الى بغداد ليله راس السنه راح تسوي انت او العائله؟ وين الغيره عندك؟ وين ضميرك؟ وين ايمانك؟ وين علاقتك بالسيده فاطمه الزهراء عليها السلام؟ وين عقيدتك بالامام الحسين؟ وبعدين نحن ننتظر ظهور الامام الحجه نقول يا صاحب الزمان عجل، عجل وين؟ يظهر لمن الامام المهدي المنتظر؟ هذا ألم وهذه مشكلة لازم نغير اليوم لازم نغير لازم نفهم الشباب أن الإنسان المتظاهر بالالتزام هو في قمة الحضارة الشاب اللي ترى الالتزام مو باللحية أبدا ولا بالعمامة ولا بالتظاهر لا الالتزام السلوك عملي هذه أذني لما أصونها من الاستماع إلى المحرمات هذا لساني لما احفظه من من الوقوع في الاخطاء هذا هو المهم. يعني اليوم الجوارح لما تبتعد عن الحرام هذا بمعنى انني قريب من الله عز وجل. اليوم وين احنا؟ نريد نهيئ اليوم احنا نريد نهيئ مجتمع مهدوي، انا اسال اليوم طلبه الجامعه ايها الشاب الجامعي، ايتها الطالبه، انتم اربع سنوات درستوا في الكليه، سؤال اين كان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فكرت اسوي قصاصات صغيره فيها روايات الامام فكرت انه تسوي برنامج بالجامعه ولو اليوم في بعض جامعاتنا اعلان الحرب على الامام المهدي اليوم ما راح اسميها بس يجي يوم راح اسميه يجي يوم راح اسميه عميد كليه يجي يزور الامام الحسين ويقول انا شيعي ويقول انا موالي ولكن اذا صار برنامج ديني يمنع ويقف امامه وحظر عليه وين تروح يعني انت اليوم رئيس جامعه سنه سنتين خمس سنوات ستة وزين بعدين وين يوم اللي تنزل للحفره جوا شو تقول من نبيك من امامك شو تقول ليش البرامج المهدويه اليوم انت رئيس جامعه انت عميد كليه انت رئيس قسم اليوم افضل فرصه ان تبين يقول الوزاره يعني يوم الجامعه يوم ويومين وثلاثه واربعه ويوم اللي برامجكم موجوده اكو وقت ماكو امتحانات ماكو دراسه يوم اللي يصير برنامج يرتبط بالامام المهدي لا ما عدنا وقت وما يسمحون الوزاره على كيفك انت مو مشكله بسيطه يعني ايش كثرة تبقى موجود انت خو مو اكثر من فرعون انت اكثر من صديم هذا صديم كان مسوي رعب بالبيت الاب يخاف من الابن والابن يخاف من ابوه والزوج من الزوجه والزوجه من الزوج هذا صديم وين هسه وين راح وين راحوا هذولا هذول الطواغيت انت ايش كثر تبقى تبقى في الكليه انت الدكتور انشر الفكر المهدوي انشر الثقافه المهدويه انتم الشباب أنتم في الجامعات ماذا أعددتم في القضية المهدوية قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه مسؤولية من؟ من المسؤول؟ ثم تقول لي مولانا شلون نكون من المنتظرين للإمام الحجة صلوات الله وسلامه هو قضية الإمام المهدي تهمك أصلا؟ منه؟ أنا أسأل سؤال يعني دعاء العهد خلي أقرأ مقاطع من عنده وبعدين نستقبل اتصالات أيضا إذا السيد المخرج اذا يبدا يضع الارقام بس لو سمحتم خليكون مداخلاتكم في الموضوع، يعني شوي لازم يكون عندنا وعي، وعينا انه اذا تكلمنا في موضوع يكون في هذا الموضوع لا تطلع من الموضوع، خليك معي، خليك في الامام المهدي، خلينا نعيش الامام المهدي في هذه الليالي وهذه الايام راح نكون مع بعض وراح نساعد بعض في قضيه الامام المهدي، ايضا بامكانكم ان تبعثوا لنا الرسائل أي رسالة عندكم أي موضوع أي سؤال وأيضا بإمكانكم أنه أن تتصلون ولكن أتمنى يكون الاتصال في ضمن موضوعنا شوفوا في دعاء العهد انتبه أول سؤال تقرأ دعاء العهد أم لا قاري دعاء العهد سامع بي تقرأ كل يوم الدعاء يأخذ من وقتك يمكن دقيقتين ونص بس يعني ما ياخذ من وقتك انت طالب انت ورايح للمدرسه انت وقاعد بالخط تقدر تاخذ دعاء وتقراه وحتى اذا استهزاوا بيك تدير بال حتى اذا ضحكوا عليك تدير بال اذا اخذت بيك السبحه ها هذا ابو السبحه هاي ام السبحه ما عليكم بيهم خلي يضحكون مساكين ذولا ذولا معقدين نفسيا شوف الدعاء دعاء الامام الصادق عليه السلام يقول الامام عليه السلام من دعا إلى الله تعالى أربعين صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا فإن مات قبله أخرج الله تعالى من قبره وأعطاه اسمعوا هذه الكلمة شوفوا الله كثر يعطينا ديسكاونت يعني هذه تنزيلات من رب العالمين أعطاه بكل كلمة ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة كل كلمة يعني اللهم الله يعطيك بكل كلمة ألف حسنة ومحى عنك ألف سيئة اللهم رب النور العظيم بكل كلمة يعني أكثر من هذا؟ أكثر من هذا حتى يبين الإمام أهمية هذا الدعاء شوفوا مقطع من مقاطع الدعاء اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي يعني مو بس اليوم كل الأيام اجدد العهد مع الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عهدا واحد اثنين وعقدا عهد وعقد هذا ميثاق وبيعه له في عنقي يعني عقد وعهد وميثاق هذه ثلاث مفردات وكل مفرده لها دلاله لا احول عنها يعني بعض الاوقات يضعف الانسان يضعف في قضيه الارتباط الامام صلوات الله وسلامه عليه لا أحول عنها ولا أزول أبدا لأنه كثير من الأوقات أصلي صلاة الليل شهر وشهرين ست شهر وبعدين يسلب مني هذا التوفيق ليش؟ الرواية تقول لي بعض المعاصي أنا كنت خوش إنسان سنة وسنتين وعشر سنوات الشيطان خو ما يتركني الشيطان ما يعوفني لا تتصور أن الشيطان يترك الإنسان لا تتصور أن الشيطان أنت صرت إنسان مؤمن راح يتركك لا هذا غير المؤمن ما عنده شغل شيطان لانه هو شيطان انت المؤمن الانبياء ما تركهم يتركك انت ما يتركك شيطان يريد له اسلوب التعامل يريد لك كف بس تضربه كف اول كف يشرد هو جدا جبان يعني اول الانسان بعض اللحظات يشعر بضعف يضعف ضعف يصير عنده ولكن لما الشيطان تصفع صفعة مهمة هذه شلون تصفع الشيطان؟ خلي أضرب لك مثال شوف عندنا عالم من علمائنا رحمة الله عليه المرجع السيد حسين البروجردي هذا زين عندنا اتصال من الأخت بتول من البصرة وبعدين أنا أكمل تفضلي يا أخت بتول السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وياك بتول طالبه يعني طالبه جامعيه من كليه البصره. حياك الله واحنا نرحب بيك ونرحب بكل طلبتنا الجامعيين ونتمنى ان طلبتنا الجامعيين يكون لهم حضور خاص في البرنامج. اي تفضلي اخت بتول. ان شاء الله. شكرا. تفضلي. آه شيخنا بس بالنسبه الى سؤال. نعم. انا عندي يعني كطالبه عندي صديقتي مو على مدى عالي من الاستجابه ولكن سالتني سؤال قالت انه اذا كان الامام قطعا هو موجود. م. قالت بس شلون اقدر انه استدل على وجوده؟ قالت انه لا ارجع مثلا للتاريخ انا وين اصدق انه هذا صحيح او هذا خطا؟ فتريد يعني كل شيء انه استدل على وجود الامام عليه السلام. نعم. زين والسؤال الثاني بلي شيخنا اذا تسمحون اي تفضلي شيخنا اذا عندي حاجه من الامام عليه السلام شلون اقدر اطلبها بطريقه مؤذبة على اعتبار ان الامام موجود وحاضر ويعني امام زمان حسب هاي الفتره يعني امام زماننا مثل ما فشلون اقدر اطلبها من عندي آه يعني اكون اتاكد انه يعني استجاب من عندي نعم. شكرا شكرا اخت بتول على الاتصال و... و... اي نعم يمكن قطع الاتصال نعتذر عن قطع الاتصال على كل حال إذا أدري بالأخير يمكن تطلبين دعاء اليوم ليلة الجمعة وعند الإمام الحسين راح أدعي لك دعاء خاص إن شاء الله أولا أنا أرحب بالأخت بتول من جامعة البصرة والسؤال يدل على وعيها مهم جدا اليوم طلبتنا عندهم هذا المستوى من الوعي جدا رائع وجيد يكون عندنا مستوى من هذا الوعي أنه عندنا هذه الثقافة المهدوية حتى السؤال مو عيب أسأل أبداً جدا مهم، أولا سؤال الأخت بتول من البصرة انه صديقتها تسأل لو كان الإمام موجود، ما الدليل على ذلك؟ هو الموضوع مو قضية الإمام فقط، هو تسلسل يعني عقيدتي بالله والسؤال مو يرتبط بالإمام فقط، عقيدتي بالله صحيح؟ يعني بالقرآن الكريم، أعتقد أن القرآن موجود؟ نعم القرآن موجود، زين هنالك آيات في القرآن الكريم تدل وتحكي عن الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وهذه الآيات واردة عند السنة وعند الشيعة فإذا القرآن يذكر الإمام المهدي واحد رسول الله يذكر الإمام المهدي فأنا إنسان مسلم أعتقد برسول الله فرسول الله الصادق الأمين الصادق الصدوق رسول الله يذكر الإمام المهدي مو بس الرسول الصحابة والزوجات وكل من التابعين الكل يذكر الامام المهدي القضيه الامام المهدي يعني مو قضيه مربوطه بالشيعة القضيه مربوطه حتى بالسنه مربوطه بالمسيحيين بكل الديانات أكد أكو أه بس مخرجنا خلي بس لحظه اخ حسين اخ حسين انتظرني على, على الاتصال بس لحظه لو سمحت يعني القضيه الامام المهدي مربوطه بكل مربوطه بالجميع ف اعتقادنا من رسول الله رسول الله يحكي على الإمام الحجة كل الأئمة كل الأئمة يذكرون الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه فلما لما أعتقد بالقرآن بالله بالأئمة الكل يخبرني عن وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهنالك أدلة متواترة مستفيضة في هذا الجانب فإذا عقيدتي عقيدتي بالله بالنبي بالإمام هي تحكي عن وجود الإمام <applause> هذا باختصار جداً السؤال الثاني اذا عندي حاجه مع الامام عندي حاجه مع الامام بامكانك عده امور تسوي مثلا تقرين زياره عاشوراء أربعين يوم وتهدي زياره عاشوراء زياره عاشوراء للامام الحجه مثلا اسوي ختم للقران واهديها للامام الحجه مثلا 100 صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأهديه للامام الحجه اقرا دعاء الندبه صباح الجمعه واهدي للامام الحجه مثلا اكتب ورقه والقيها في البحر او في النهر ايضا في موجود في رقعه الحاجه انه بهذه الطريقه ايضا اتمكن هو مهم اخت بتول مهم جدا ايجاد العلاقه هو هذا مهم عندي حاجه امام زماني موجود امام زماني موجود فاتوجه الى الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نعم موجود الاتصال الاخت نور من دياله تفضلي نور السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله آه شيخه بس عندي يعني آه خالة دكتور آه بعلم النفس يعني بني. دائماً أتشادل ويا أنه يقول لي ماكو أنه إمام ماكو إمام المهدي يعني ليش تبقون تنتظرون لو أقول إمام المهدي أنه شاء ظهر الحسي زين أي شنا. يعني ما أعرف إيش يحكي ايش كل تناقشة أنطيئة زي كتب ما يقتنع يعني والسؤال الثاني ما هي العلامات الكبرى لظهور الإمام؟ نعم شكرا نور الدعاء. الله ادعو لكم ان شاء الله شكرا للاخت نور من دياله واهل دياله تحملوا الكثير الله يبارك فيهم ويحفظهم ان شاء الله يدفع عنهم كل سوء اهل دياله تحملوا الكثير في وعندهم معاناه كثيره في ايام داعش وصمودهم ومقاومتهم والعطاء التضحيه الكبيره اللي قدموها الله يبارك فيهم اليوم شكرا نور نور استمعي الى الجواب عبر التلفاز ان شاء الله شكرا شكرا آه بالنسبه هو خالد او اي انسان اخر اليوم احنا عندنا دائما هذه النماذج موجوده في المجتمع يقول لك اكو ملحدين زين تعال ملحد اكو ملحد عنده دليل تناقشه عنده برهان تناقشه واكو واحد ما عنده دليل ما عنده برهان انا شلون اقدر اتفاهم وياه إذا هذا خالص يقول إمام الحجة ما موجود أصلا زين تعال عندك دليل أنت ليش ما موجود الإمام لو كان الإمام لظهر إذا كانت إرادة الله تعلقت أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يتأخر والأمر بيد الله تبارك وتعالى يا رجل أنت تعتقد برسول الله أم لا هذا س هذا, هذا... كلامنا هو إذا إذا, إذا أجيب له 100 كتاب هم يقبل، اكو ناس معاندين يعني هذا واحد مثلا واحد ليبرالي واحد الماني هذا عقله هيك يعني عقله هو قافل بس حسب تعبير العراقيين هذا اللي قافل ما تقدر تحكي وياه ما يقبل مناقشه اكو واحد يتكلم بالدليل ما يخالف اذا عنده يريد دليل انا اجيب له دليل اذا انت تؤمن بالله هذا القران يحكي عن الامام الحجه اذا تؤمن باهل البيت برسول الله الكل يحكي عن عن الامام الحجه يا رجل المسيحيون يعتقدون بالامام المهدي الديانات الاخرى تعتقد بوجود الامام السنة يعتقدون أنت تقول غير موجود الإمام وشنو دليلك أما تقول لا لو كان له ظهر هذا مو دليل زين أنت شفت الله الله سبحانه وتعالى نظرت إليه بالعين المجردة ما نظرت إليه الله موجود اليوم أنت عندك ألم تقول راسي يوجعني أقول لك لا راسك ما يوجعك يقول لا راسي يوجعني أقول له وين الألم خلي أشوفه <applause> ماكو ألم يعني مو المشاهدة لا تدل على أنه المشاهدة تدل على الوجود الشيء فإذا إذا يريد كتب أنا يوم الخلاص كامل سليمان عندكم كتاب الإمام المهدي من المهدي إلى الظهور لسيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه كتاب جيد كثير كتب شيخ الكوراني الله يحفظه عنده مجموعة الكتب في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ومكتبتنا زاخرة ومليئة بالكتب عن الامام صلوات الله وسلامه عليه فاذا اكو كتب موجوده بامكان يراجع ولكن اذا يريد يجادل انتبهوا مجادله يعني معاند هذا المعاند اذا تجيب له البراهين قدامه مثل هذول المشركين الرسول معجزة قالوا له جيب لنا معجزه قال لهم شو تريدون المعجزه قالوا هاي الشجره خلي تجي رسول الله بامر من الله قال لشجرة اقبلي فجاءت قال له لا قل له خلي ترجع رجعت الشجره لا قول للشجره نصها تجي ونصها تبقى بعد كل هذا قالوا ساحر عظيم ما امن برسول الله، هذول الناس اكو ناس معاندين، المعاند واحد ما يتعب نفسه وياه، واما الادله فالأدلة موجوده، ادله عقليه، وادله علميه، وادله تاريخيه، وادله نقليه، زين. فاذا هذه نقطه مهمه جدا، هسه ما السؤال الاول هذا كان حول الامام صلوات الله وسلامه عليه، على كل حال اليوم قضيه الامام الحجه قضيه مهمه. تستدعي من عندنا انه يكون عندنا توجه للامام يكون عندنا علاقه بالامام صلوات الله وسلامه عليه وهذه العلاقه تترجم الى واقع عملي خلي اقرا هذا العهد العهد في دعاء العهد وبعد ذلك راح اتكلم عن قصه مهمه جدا في العلاقه بالامام فاذا اللهم اني اجدد له في صبيحه يومي هذا وما عشت من ايامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعل من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه انتبهوا والمسارعين إليه يعني أنت تصل إلى درجة من الإيمان أن تسارع في قضاء حوائج الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندنا فاصل وبعد الفاصل نعود إليكم يا ربي يا ربي يا ربي يا رب ان عظمت ذنوبي كثره يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم اني دعوتك ما امرت تضرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي اليك وسيله الا الرجاء وجميل عفوك ثم اني مسلم من يلوذ ويستجير المجرم يا رب إن عظمت ذنوبي كثرت نقرأ في الحديث وفي الدعاء اللهم إن حال بينه بيني وبينه الموت من نتيجه الإنسان يرحل من الدنيا هذه نقطة مهمة إذا فعلا أضع في ذاكرتي وأضع في فكري أنني سأرحل في يوم من الأيام كنوا على ثقة حياتنا كلها تتغير كل سلوكياتنا تتغير كل تعاملنا يتغير فكر أنك في يوم سترحل ما تبقى هذه الأموال اللي تجمعها هذه المشاكل اللي تسويها هذا التهافت على الدنيا كل شيء هذا كله ينتهي أقول عن علماءنا مثل المرجع السيد حسين البروجردي كان عنده ابن مثلا كان يأذي يقول له إذا ما توقف الأذية احتمال أضربك ما يقول أضربك تدرون ليش؟ حتى ليكون إذا أذى وما ضرب ليكون هو كذب مثلاً مع انه الكذب في ال... يعني عدم تح... تحقيق الوعيد مو الوعد، الوعيد ما في اشكال. يقول احتمال اضربك. حتى لا يكون احتمال يصير عندك كذب. هذا الورع. هذا التقوى. عندنا من المراجع والعلماء اللي حتى عمل مو محرم ما كان يسوي، عمل مكروه ما كان يسوي. شنو هذه الدرجه؟ هذا الانسان اللي متعلق بهذه الدنيا اذا يدري انه يوم من الايام يرحل يعني ايش كثر تريد تعيش في هذه الدنيا ايش قد بعد ايش قد يعني وبعدين واخرته وين الى اين تذهب اللهم ان حال بيني وبينه الموت يعني انا اعشق الامام المهدي انا احب الامام المهدي يا صاحب الزمان انت غرامي هذا الغرام الحقيقي يعني الصبح اصبح أقعد من النوم أقول يا صاحب الزمان دائما أقول يا حجة الله يا بقية الله أنادي الإمام أذكر الإمام يكون ذكره ذكر الإمام اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية بالنتيجة هذا الطريقنا جميعا فأخرجني زين أنا متت ودعيتها الدعاء وكنت أتمنى يوم من الأيام أكون ناصر للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني يعني مجهز نفسي للقتال مو لازم أروح آج أجيب العدة لا لابس كفن هذا الكفن أنا لابسه أنا مجهز نفسي يعني مو لازم أروح ألتحق بالجيش لا مباشرة للقتال شوف التضحية. الإنسان المهدوي حتى احنا اليوم نقعد نراجع نفسنا وسلوكياتنا، إيش كثر نحتاج إلى مراجعة. إيش قد لازم اليوم احنا نراقب وضعنا، أراقب نفسي، أواظب، أحاسب، هذه مفردات ثلاثة مهمة. أراقب، أواظب، وحاسب. يعني لما الإنسان يراقب نفسه وينتقد نفسه ويقعد يحاسب نفسه يا رجل وين رايح انت؟ الى وين؟ وين متوجه؟ شنو قاعد تسوي؟ هذا الانسان المهدوي هذا المهدوي ما يسوي غيبه المهدوي ما يسوي تهمه المهدوي ما يتكلم على اعراض الناس المهدوي ما ياكل حرام المهدوي ما يسمع اغاني المهدوي لا يحارب الله بارتكاب المعاصي هذا المهدوي هو مو مو اسم كثيرون كثيرون يقولون نحن مهدويون بس مو كل واحد عنده هذا الشيء مؤتزرا كفني شاهرا سيفي السيف يعني ماذا هو هذا السيف هذا السيف الحديد لا يراد من السيف القوه الروايات تدل ان الامام يستخدم ادق تقنيه عصريه في التسلح. يعني القوه، السيف هنا المراد منه القوه. مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي. هذا المهم انني البي دعوه الامام الحاضر. وهذه الدعوة من وين كانت؟ كانت من ايام رسول الله. كانت من الله ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. هذا مهم. هذه الدعوة ان الله ينصر المستضعف، ينصر الانسان المؤمن. ينصره بظهور الامام، هذه من نيه ونريد ان نمن، هذه من نيه من الله علينا وعلى البشر جميعا بقضية الامام المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف في الحاضر هذا الإمام الحاضر ومن قبل أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج الآن أسأل من الذي ينتظر الفرج يعني سؤال الآن نحن هل ننتظر الإمام المهدي أكون انتظار الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وين الانتظار طيني دليل الآن اليوم في واقعنا حتى لمن يقرون دعاء الندبة عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى من راكض وراك شوي شوي حتى الدعاء ما بيخشوع ما بيتوجه ما ببكاء شنو قيمة الدعاء إذا ما بيخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلاة الخاشعين صلاة اللي ما بيها خشوع لازم بعد ما تصليها تستغفر الله هذه مو صلاة صلاة الخاشعين الصلاة اللي فيها توجه إلى الله تبارك وتعالى لما اقرأ الدعاء عزيز علي ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع حسيسا لك ولا نجوى هذا خشوع هذا بكاء وين مجالس دعاء الندبه؟ يوم الجمعه روحوا شوفوا الان نادر اتذكر بالكويت اكو حسينيه إذا أهل الكويت يسمعوني في منطقة السلوى حسينية سيد محمد شوف أصوات البكاء ساعة بالخمسة الصبح خمسة ونص يقرون دعاء الندبة تسمع الأنين تسمع الضجة ضجيج 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 في التفاعل مع هذا مهم الدعاء إذا ما بخشوع ما بيتوجه إلى الله تبارك وتعالى لازم نوجد حتى في داخل البيت زين ماكو مسجد بيتي اسوي شنو المشكله اسوي شاي اطي شاي بس مو لازم الطريوق بس شاي اسوي دعاء ودعاء في خشوع في بكاء يعني في مناجات العاشقين عشق هذا عشق الامام المهدي عشق اذا الامام المهدي لا يتحول الى عشق في حياتنا الى غرام الى حب راح يكون شيء تقليدي ما إلا ذاك التأثير الكبير في حياتنا لذلك اللهم أرني الطلعة الرشيدة هذا مهم المقدس الأردبيلي المقدس الأردبيلي من الذين تشرفوا بلقاء الإمام المقدس الأردبيلي هذه نقطة مهمة شوف, شوف العلاقة شوف العلاقة المقدس الأردبيلي عنده مشكلة علمية أذكر القصة مفصلة باختصار يتوجه إلى حرم أمير المؤمنين تفتح له الأبواب بعدين الإمام بطريقة غيبية مقدس الأردبيلي ما كان إنسان عادي إنسان من أهل الله لذلك سمي بالمقدس الإمام يقول له ليش تسألني إلي أمير المؤمنين أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها أعلمكم علي أعدلكم علي، أقضاكم علي، أمير المؤمنين هذه الدرجة الكبيرة من العلم والمعرفة. الإمام كان بإمكانه يقضي حاجته، متوجه للإمام، عنده سؤال، عنده مشكلة علمية. ولكن الإمام يقول لماذا لا تذهب إلى إمام زمانك؟ هذا مهم. عندنا الآن مقام الإمام المهدي في كربلاء جدا جيد. أروح أقعد على النهار ونقعد نسولف على النهر ونشوف هذا البط شلون قاعد يمشي في داخل النهر هذا هو تفضل الاخ ابو رضا من بغداد تفضل اخ ابو رضا الو تفضل عزيزي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلون شيخنا رمضان كريم ان شاء الله تقبل الطاعات وغفران الذنوب الله يبارك فيكم جميعا ان شاء الله تفضل ابو رضا عزيزي الله ظاهرا انقطع الاتصال على كل حال اذا نروح لمقام الامام المهدي ونودي اولادنا ونقعد على النهار ونتفرج هو هذا هذا الانتظار ليله النصف من شعبان اقراوا في الروايات هذه الليله زياره الاربعين زياره الامام الحسين اهم زياره ليله عرفه والثاني زياره ليله 15 شعبان شوف الناس شلون يحيون هذه الليلة هل بالعبادة هل بالدعاء لتعجيل فرج الإمام بماذا بماذا يتوجه الناس إلى الإمام المهدي زين أروح أقعد زين وبعدين أنا أجي 15 شعبان طالعين نفتار نفتار الروح نجي هو هذا هذا الإمام المهدي هذا الإحياء أخ أبو رضا تفضل انقطع الاتصال أيوة تفضل السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي تفضل انا اسف هسه انا برضه اي عم. تفضل حبيبي تفضل الله شلونك شيخنا شلونك الله يوفقك الفي. يعطيك العافيه الله يحفظك شيخنا اول شيء احنا نبارك للامه الاسلاميه هذا الشهر الكريم ان شاء الله بالخير والسلامه نعم اول شيء احنا شيخنا احنا وجودنا من بركات الايمان المهدي احسنت زين جميل شيخنا انا عندي سؤالين نعم السؤال الاول شنو هو الإيمان المهدي اكثر شيء يفرح دوبه؟ والسؤال لا. الثاني شنو هو الإيمان المهدي اكثر شيء يعني يعزل الإيمان المهدي اعمالنا تصرفاتنا مع الاخرين منو <applause> بدنا نسويه احنا نريد بس الإيمان المهدي أم يتاذى من اعمالنا يا شيخنا احنا هواي مقصرين مع الإيمان مقصرين مذنبين زين ماكو واحد يساعد الله واحنا نريد الشغلات في فرح الامام المهدي الله يحفظك شيخ الله يبارك فيك شكرا شكرا ابو رضا شكراً طبعا جميلة. سؤال جميل وجيد وبي رساله مهمه الاخ ابو رضا من بغداد يقول ماذا يفرح قلب الامام تدرون الامام يطلع على اعمالنا هذا الاطلاع الرسمي كل اثنين وكل خميس يعني الفاتوره فاتوره الاعمال من الصبح يعني 24 ساعه وخلال هالايام الماضيه تروح عند الامام الامام يطلع عليها طبعا مو ورقه الامام بعلم الغيب الامام ب... بعلم الغيب يطلع يطلع على اعمالنا اذا شافك انت مسوي صله رحم صل من قطعك ابن عمك ما يزورك مقاطعك سلم عليه ما يرد السلام الزوره ما يرد الزياره ويتكلم عليك وانت مظلوم وانت صاحب حق هو قاطع الرحم انت صل رحمك الله راح يزيد في عمرك راح يزيد في رزقك هذه الانا والانانيه شيلها تقدر او لا اريد اقول لك انت يعني صفات المنتظر الذي يفرح قلب الامام الحجه انك من قطع الرحم تصل هذا الرحم هذا يريد له محاربه النفس هو النفس الشيطان يقول لك لا هذا ما اجي يزورك هذا يحكي عليك هذا ما يرد على اتصالك، هذا كذا كذا كذا، هذا ما يستاهل الزور، هذا الشيطان يقول لك، بس الله شو يقول؟ يقول وان قطعك رسول الله اليهودي جاره يؤذي بعدين يوم يومين يوم ثلاثه ما يؤذي يقول لها شو ما اجى يؤذيني وينه؟ يقول له مريض روح زوره هذا الاقتداء باهل البيت سلام الله عليهم فالذي يفرح قلب الامام صله الرحم ان تجلس صلاه الصبح اذا انا اليوم كثير من شبابنا يعني شنو اقول؟ كثير من شبابنا ما يصلون ويقطعون صلاتهم وكثير من شبابنا صلاة الصبح ما يصلوها يسهر يقعد يروح القهوة يلعب كرة العب كرة روح سوي شيء اللي حلال مو مشكلة صلاتك صليها صلاة الصبح اقعد هسه انت سهرت انتظر بعد نصف ساعة على الأذان يأذن صلي ونام ليش ما أقول مثل الميت مثل الجثة مئة مرة يقعدوا يقول إيه هسه أقوم أصلي إيه هسه هسه أقوم هسه أقول شيطانة قوي يقول أنا شيطاني قوي أنت بقوي شيطانك فإذا أولا يفرح قلب الإمام الحجة طاعة طاعت رب العالمين يعني أصلي صلاتك في وقتها تزور أرحامك تزور المريض تساعد المحتاجين أكو عالة محتاجة بدون ما يفهم أح يفهم أحد ساعدها أعمال الخير أتكفل يتيم أساعد مؤسسات خيرية ثقافية خيرية كل الأعمال هذه أقدر أسويها بر الوالدين كل هاي النقاط موجودة أي شيء فيه مرضات الله إذا سويته يفرح قلب الإمام الحجة زيارة الإمام الحسين أكو ناس يقولون احنا سنة وسنتين وثلاثة ما زار الإمام الحسين الإمام يقدم نفسه يذبح من الوريد إلى الوريد الطفل الرضيع يذبح، القاسم علي الأكبر هذه المصائب أهل البيت يتحملون هذه المصائب، احنا الزيارة بعض الآباء صدق قساة صدق جفاة بعض الآباء يعني خل أقول عليه مجرم ليش؟ ليش ما تروح للزيارة؟ ليش ما تودي أهلك للزيارة؟ هذا الحسين زيارة الإمام الحسين تريد الدنيا تحصل بها تريد آخرة تحصل بها الحسين هالتضحيه شو سوينا الحسين؟ زيارة الإمام الحسين تفرح قلب الإمام الحجه، مساعدة المحتاجين تفرح قلب الإمام الحجه، أي عمل إتيان الواجبات يفرح قلب الإمام. زين شنو أكثر شيء؟ سؤال الأخ أبو رضا. شنو أكثر شيء يؤذي قلب الإمام؟ هو ارتكاب المعاصي. لما أروح عرس وبيغناء والله عيب يعني مو عيب من الله عيب من الناس الناس يحكون علينا عمر الناس خلي يحكوا واذا حكوا الناس الناس يتكلموا خلي يتكلموا الناس الناس يقول الناس الله شي يقول مو الناس احنا دائما انا ستايلي بالجامعه الناس شي يقولون الطلبه شي يقولون خلي يقولون شو يقولون الطلبه انا اسوي ستايل انا شعلي بالاخرين الى متى اكون تبعا للاخرين اتبع هذا واتبع هذاك أعمل عمل يرضي الله تبارك وتعالى وأي شيء يرضي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يرضي الله تبارك وتعالى فإذا ما هو أي شيء يؤلم قلب الإمام ارتكاب المعاصي غيبة تهمة نميمة هاي سوالف اللي نسويها هاي السوالف المجتمع اللي عنده قضايا عادية هذا تؤلم قلب الإمام المهدي التهمة الغيبة النميمة تؤلم قلب الإمام أكل الأموال بالحرام يعني اليوم يتكلم يا المسؤولين الكبار هذول الهوامير الكبيرة هذول عندهم فساد إداري زين سؤال في دوائرنا الحكومية ماكو فساد إداري ماكو هذا حلال ما بيه إشكال يعني ذاك ديبوق صحيح ذاك جرمة كبير أنت حتى إذا ألف حتى إذا فلس تبوق هذا يؤذي قلب الإمام المهدي الإمام المهدي لما يشوفنا احنا كلمات بذيئة كثير من الشباب عنده كلمات بذيئة هذا يرضي الإمام المهدي؟ يدخل بالفيس احنا تريد تعرف شعب ما ما راح أذكر أسماء اليوم روح إلى دولة روح إلى دولة ثانية ثالثة ورابعة شوف الفيس مال الناس مواقع التواصل اكو ناس مثل مجتمعنا تخصص تسقيط تخصص هذا ليش؟ لأنهم مرضى نفسيين لازم يروحون للمستشفيات النفسية لازم يراجعون أطباء نفسيين مريض هذا مريض يعني اليوم بس شغلة سقط أنا ما أقول إنه يعني بعض التسقيط صحيح بس تخصص أضرب هذا وأضرب هذا بس وبعدين تحشيش هم عندهم ماجستير ودكتوراه بالتحشيش وهذا مجتمعنا هذا يعني هذا مجتمع يقول اللهم عجل لي ولك الفرج هذا المجتمع هذولا هذول اللي يسقطون وهذول المحششين وهذول اللي يدخل مواقع التواصل شو يسوي بها؟ سؤال ما صور اليوم شاب ما عنده حساب بمواقع التواصل اما تويتر واما بالانستا او بالفيس او في اي مكان سؤال كم موضوع خليت عن الامام الحجه؟ كم موضوع خليت عن الامام الحجه؟ الاخو سماح من النجف الاشرف، تفضل يا اخو سماح عليكم السلام ورحمة الله. مولانا. الله يبارك فيك ويحفظك أخو سماح. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله. ما دام أنتم بالنجف ادعونا عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامة عليه. والله شيخنا معنا احنا محتاجين هنيالكم هنيالكم أهل أحسن. النجف، هنيالكم مجاورين لأمير المؤمنين. الله يسلمكم، تفضلي. يعني هذا شهر رمضان، نعم. يعني يعني دائما أنا أحاول أنه يعني أتصل بيك، أنه أحصل لكن ما ما أقدر يعني ما مشكلة. وهذا الشخص الله يسهل يعني حبيت ولو يعني إجوز بعيد عن الموضوع بس يعني حبيت انك تعيدي وتعلمي ان شاء الله مباشره ان شاء الله يعني انت والمؤمنين مولانا وطبعا احنا يعني دائما نتابع محاضراتكم الله يبارك فيك يعني الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم شكرا ونشكرك على هالمجهود مولانا الله يبارك فيك شكرا جزيلا ان شاء الله طبعا الاخ السماح تطلب من جميع المشاهدين الان اللي جالسين وراء الشاشه ارفعوا ايدكم اللهم صل على محمد وال محمد اخو السماح عندها مجموعه من الحوائج الله يقضي حوائجها وحوائجكم جميعا بحق محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد الله يقضي حوائجك ويوفقك لكل خير ان شاء الله زين اليوم نرجع على مواقع التواصل اليوم مواقع التواصل انت اللي تسمعني عندك حساب كم موضوع منزل عن الامام المهدي سؤال كم حديث منزل عن الامام المهدي ادخل على مواقع البحث ادخل على جوجل اكتب احاديث الامام المهدي اكتب مواضيع عن الامام المهدي طلع مواضيع وانشر انشروا مواضيع عن الامام الحجه خلوا الناس يعيشون في قضيه الامام المهدي القضيه المهدويه توعيه حتى ما يجون بعض يستفيدون من اسم الامام الحجه حتى يسوون فتنه بالمجتمع حتى يضيعون شبابنا حتى يضيعون مجتمعنا فإذا اليوم أنت شنو مسوي؟ قصة، كرامة، الذين تشرفوا بلقاء الإمام المهدي، صلوات الله وسلامه عليه. خليت قصصهم؟ تابعت؟ حاولت أنت، حاول، لا تقول أنا وين وأصحاب الإمام وين؟ أنا وين واحد يقول لي ماكو أنا حرام ما مسوي واحد يقول لي أنا أسوأ من يزيد. أنا أسوأ من عمر بن سعد. يابا شنو صاير؟ مسوي هالحرام هالحرام الحرام هل يعني أنت عرفت غلط عرفت غلط توب إلى الله توب الله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمته هذا اليأس أسوأ هذا يأسك أسوأ توب إلى الله توبة النصوحة الله يغفر لك الذنوب فإذا اليوم خلي أقول المقدس الأردبيلي الإمام أمير المؤمنين يوجهه يقول له روح إلى ولدي المهدي وين؟ روح إلى ولد المهدي في مسجد الكوفة سيدي وين في مسجد الكوفة؟ في المحراب يروح المقدس الأرتبيلي إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في مسجد الكوفة وبعد ذلك يتوجه ويسأل الأسئلة من الإمام ويرجع هذا مهم أن توجد في واقعك ارتباطاً بالإمام المهدي علاقة بالإمام المهدي وهذه الأيام مناسبة هذا الوقت وقت مناسب أن أتوجه للإمام أن أوجد هذه العلاقة حتى إذا ما كانت أحاول أحاول أن أوجد هذا الارتباط وهذه العلاقة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نكون معكم متواصلين ليليا إن شاء الله ساعة 11 بالليل حسب توقيت كربلاء المقدسة راح يكون عندنا هذا البث المباشر وان شاء الله تكون اسئلتكم ايضا راح القسم الاول راح يكون بحث والقسم الاخر نستقبل اتصالاتكم وان شاء الله تكون مواضيعكم ايضا ابحثوا حتى ننضج هالبحث الهدف هو التنضيج مو الهدف بس انا القي ايضا اذا اكو اشكاليات موجوده نحاول نسمع الى هذه الاشكاليات ونعالجها ان شاء الله اخر شيء نتوجه بالدعاء ارفعوا ايديكم بالدعاء اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين دعوات لكم بالخير بالتوفيق بالسعاده نلتقيكم دائما على المحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان